نشرة أخبار الخامسة والربع من صوت لبنان مع تحيات إلسي كفوري خميس، ريتا أسعد والمخرج بيير جام. العناوين: البيان الوزاري إلى الحكومة غدا وجلسة الثقة الأسبوع المقبل. تحفظ قواتي على بند المقاومة والجراح يطمئن بشأن الضرائب. نحن ملتزمين بتخفيض عجز الموازنة، وزيادة الواردات ما بيعني أبدا زيادة الضرائب. أبو فعور وأكرم شهيب في بعبدة. وليد جنبلاط حريص كل الحرص على أن يكون مساهما إيجابيا في هذه الدينامية الجديدة التي انطلقت بعد تشكيل الحكومة. أهالي ساحل المتن يختنقون، وحنكش يدعو لإقامة مطمر مؤقت في السلسلة الشرقية. وعدونا أنه تنزيد مراكز الفرز على الصعيد البلدي ويكون في مراكز معالجة بالمناطق. نحن بنسأل المسؤولين شو العمل بهالسنتين ونص؟ روحاني التقى لمعلم ويؤكد أن الاستقرار والأمن في سوريا هدف إيران الإقليمي. بيقولوا ما حدا بيخلق معلم، لا تعلم ولادك وتقدر تكفيلهم جامعات. بلش جمع ببرنامج سيف ستيبس من الاعتماد اللبناني للتأمين وإعادة التأمين ابتداء من $20 بالشهر مخصومين مباشرة من حسابك المصرفي، وأمن لعلم بكرة. للتخلص من أوجاع المفاصل والاحتكاك في الرقبة، الورك، الأصابع أو الركبة، ميجا هيرب من ماريناس يساعد على إعادة بناء غضاريف جديدة في المفاصل والفقرات، ويعطيك ليونة في الحركة، ويساعدك على التخلص من الألام المبرحة. متن الغضاريف والمفاصل بواسطة منتج ميجا هيرب من ماريناس. ميجا هيرب من ماريناس، كبسولات الجيلاتين النباتي لتقوية الغضاريف وتخفيف ألام الاحتكاك. مرخص من وزارة الصحة ومتوفر لدى الصيدليات. للاستعلام 70 444 444. في مدة قياسية أنهت اللجنة الوزارية مهمة صياغة البيان الوزاري في ظرف 3 أيام، مبقية القديمة على قدمه في الملفات الحساسة والخلافية. فلا مفاجآت تذكر في مشروع البيان الجديد، إنما أتى شبيها لبيان الحكومة السابقة مع بعض التعديلات الطفيفة المرتبطة بمؤتمر سادر والإصلاحات المتعلقة به، فضلا عن تخصيص فقرة تؤكد التزام الحكومة الجديدة مكافحة الفساد ومكامن الهدر في المال العام. وسجل تحفظ قوتي على بند المقاومة بعد أن رفض طلبها، بإضافة عبارة تتعلق بعودة القرار الاستراتيجي العسكري للدولة. وسط ذلك وبعد الهدوء الذي ساد جبهة الحريري جنبلاط، زار الوزيران وائل أبو فعور وأكرم شهيب قصر بعبدة في إطار الزيارات لرؤساء الثلاثة التي كان جنبلاط قد أعلن عنها سابقاً، وتم تأكيد الحرص على التسوية التي حصلت مع رئيس الجمهورية. في هذا الوقت يبقى المواطن أسير السياسات الخاطئة التي تبعتها السلطة في العديد من الملفات، ولا سيما في الملف البيئي وموضوع إنشاء المطامر. وليس أدل على ذلك سوى رائحة النفايات الكريهة التي يستنشقها سكان ساحل المتن يومياً. وقد أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل أن التاريخ لن يرحم المجرمين الذين خططوا ونفذوا ودافعوا عن مطامر الموت في ساحل المتن، في وقت طالب النائب الياس حنكش بإقامة مطمر مؤقت في السلسلة الشرقية. في السرايا أولاً اجتماع ثالث وأخير للجنة صياغة البيان الوزاري خصص لقراءة النهائية للبيان قبل إحالته على مجلس الوزراء تمهيداً للمصادقة.